ازاي حركت عليك على تحضير الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للتحقيق؟ كان متوقع لان احنا عارفين ان في اتهام ليه في قضيه الاهرام ولازال الاتهام موجود. ما عنديش تفاصيل عن القضيه عشان اتكلم فيها. بتمنى للكابتن حسن انه يعدي الازمه دي لانها ازمه كبيره سواء لي على مدار تاريخه مع النادي الاهلي او مع الاهرام او لاسرته او لاعضاء النادي او لجماهيره. الكابتن حسن لازال قيد التحقيق، مفيش حكم، وبالتالي لازم ننتظر القضاء. اذا هو معاه أدلة براءة يبقى أكيد هيطلع بريء، إذا في اتهام يبقى في خطأ تم، وبالتالي إحنا بنثق في القضاء. إذا القضاء قال كلمته بالبراءة يبقى بريء، قال كلمته بالاتهام يبقى في خطأ من الكابتن حسن، لكن الأخطاء لا تمحو الإنجازات. كابتن حسن ليه إنجازات لا يمكن إنكارها، لكن كابتن حسن بشر وبيخطئ زي كل البشر اللي في العالم معرضين للخطأ، ومن منا لا يخطئ في حياته. رسالة بوجهها للشمتانين أو المبسوطين باتهام الكابتن حسن، بقول لهم من منكم بلا اخطاء؟ الطوب كتير والازاز اكتر، علشان بس كل واحد ياخد باله من نفسه وكل واحد يبص لنفسه، وبدل ما حد يتكلم على اخطاء الاخرين بطلبه يتكلم عن انجازاته الشخصيه ويقول هو بيعمل ايه، بدل ما يلقي بالشماتة أو بالتجريح في آخرين. نتجه إلى انتخابات النادي الأهلي، شايف حضرتك تدعيمك للنادي الأهلي هتدعم قائمة مين؟ مهندس إبراهيم المعلم ولا كابتن محمود طاهر؟ لا، أنا هدعم أسماء مش قوائم، لأن أنا مرجعيتي مهنية، ما عنديش مرجعية خاصة بالصداقة أو بالمصلحة أو بالعشرة أو أنا مرجعيتي مهنية، لأن مصلحة النادي في المستقبل والمرحلة القادمة محتاجة مهنيين، وفي من الأعضاء يستحقوا إن هم ياخدوا فرص سواء وجوه قديمة أو ناس وجوه جديدة أو ناس من اللي خاضوا تجارب في مجالس إدارات قبل كده يقدروا يكملوا، وبالتالي انا مش هختار قائمه بعينها، انا اختار اسماء سواء من القائمتين او مستقلين كمان. ممكن حضرتك تقول لنا على الاسماء دي ولا ترفض التعليق؟ لا، احتفظ بيها لان اعلاني للاسماء يزعل بعض الاصدقاء، وانا مش عايزهم يزعلوا مني، لكن هعلن يوم الانتخابات، هعلن انا اديت مين يوم الجمعه الجايه. شكرا كده.